الحقيقة غياب دور المرأة مرة تانية بعد ثورة 25 يناير، رغم أنها كانت ليها دور كبير جدا في قيام هذه الثورة، والحقيقة اشتركت بشكل كبير جدا وفعال، وكان وجودها ملحوظ في ميدان التحرير هذه الفترة. لكن بعد كده بدأ يتقلص دور المرأة، وظهر ده الحقيقة بوضوح في التعديلات الدستورية، أو غيابها في التعديلات الدستورية مؤخرا، غيابها في حركة المحافظين، غيابها في التشكيلات الوزارية بالشكل اللائق يعني للمرأة. هنتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل مع ضيوفنا، الفنانة الجميلة نادية رشاد والكاتبة أيضا، أهلا بيكي. أهلا بيكي. وأيضا الأستاذة إيمان بيبرس، أهلا بيكي يا أستاذة. أهلا إيمان، بيكي. حضراتكم شكلتوا تحالف، التحالف ده اسمه معا، يعني عايزين نفهم يعني ايه التحالف وبيضم ايه هذا التحالف وما الهدف منه. هو الحقيقه بس عايز اقول انه يرجع الفضل في التحالف الاستاذه ناديه. الله يخليك. انا كرئيس جمعيه نهوض وتنميه المراه كنا مهتمين طول عمرنا بالمراه، وكان لنا دور كجمعيات اهليه في كثير من التغييرات اللي حصلت قبل الثوره في صالح المراه. كلنا لاحظنا انه حصل زي ما حضرتك قلتي، يعني الناس رجعت لورا، مش بس من حكايه الغاء الكوتا مع انهم ما لغوش ال 50% عمال وفلاحين، ولكن ايضا ردود الفعل اللي كنا بنلاقيها منها، حتى المظاهرات اللي طلعت فجاه والربط الشرير بين الانجازات المراه والنظام اللي فات. كل ده خلانا نفكر ان يعني استاذه ناديه جات وتكلمنا معاها نعمل ايه عشان نصحي الناس. وزي ما كنا بنقول من شويه، دي مش جمعيات اهليه بتتجمع، دي كل نساء مصر ورجال مصر المهتمين بالقضايا، المهتمين بعدم التمييز، اللي شافوا ازاي ان الولاد والبنات في ميدان التحرير كانوا مع بعض، اجتمعوا مع بعض. معنا طبعا رموز مهمه فنيه وثقافيه، على اساس ان نقول لكل الناس اصحوا احنا معا، وحضرتك هي معا التحالف الشعبي من اجل نساء مصر. يعني اهدافنا هو اننا نقول للناس لا، كل المصريين مع بعض، كل المصريين ما يرضهمش ان الست تبقى ترجع لورا. قضيه المراه هي قضيه امك واختك وبنتك، هي قضيه المجتمع المصري، مش قضيه نساء ولا عاوزين نحطهم على الجنب ولا المراه، هي قضيه المجتمع المصري. طيب استاذه ناديه، تكلمينا اكتر عن الموضوع باعتبارك زي ما استاذه ايمان قالت انه كنت وراء هذه الفكره، او يعني ساهمتي بوضوح فيها. شايفه انه هذا التحالف ممكن بالفعل يكون مؤثر في الاهتمام مره اخرى بقضايا المراه والحفاظ على حقوقها؟ انا بتمنى ده طبعا. انا لقيت نفسي وانا لوحدي يعني مش عارفه اتصرف، صعب قوي ان انا اكتب مثلا زي الفترات اللي فاتت عمل يقول كل اللي انا بقول عايزاه. كمان اعمالي في الفتره الاخرانيه كانت بتحجب، فانا حسيت انه لا، المساله بدات تبقى بقى لا، انت لازم تنزلي بشخصك في الشارع، وانا ما تعودتش انزل بشخصي في الشارع. قعدت اقلب في افكاري، الجا لمين ممكن يساعدني في ده، او ممكن يشيل العبء الكبير ده. انا بس عايزه افكر المشاهدين باشهر اعمالك اللي فعلا كانت يعني مؤثره جدا، خاصه بالمراه اسفه ارفض الطلاق، القانون لا يعرف عائشة، القانون لا يعرف عائشة، وفي حل يرضي جميع الاطراف، وفي جواز في السر يعني، وفي لحظات حب، وفي مباراه زوجيه، وفي دعوه للحب، في كتير، في كتير يعني. في كتير. كل هذه الاعمال اكيد اثرت في يعني حتى في المجتمع، يعني حتى في نظرة المجتمع، في إكساب تعاطف مع قضايا المرأة وحرمانها من حقوقها في المجتمع. هو الحقيقة برضو إذا قست ده على الناس لما بيقابلوني في الشارع بيقابلوني إزاي، أقول لك أنا وصلت للناس. وبلاقي منهم يعني حتى إيه، بيجوا يحكوا لي مشاكلهم، واللي ما بتلقانيش بلاقي مثلا تحت عند الامن شرايط كاسيت متسجل عليها مشاكلهم. فانا حسيت طبعا انه يعني انا عليا مسؤوليه. لكن الحقيقه لما يعني دورت كده بيني وبين نفسي مين اللي ممكن يحمل مجرد الفكره او الهم اللي انا شايلاه ده ويحققه، ما لقيتش اكتر من الاستاذه ايمان بيبرس، لانها هي صاحبه فضل. هي بعتت لي في الاول عشان اشارك في يعني اللقاءات اللي كانت بتعملها عشان المراه المعيله. أيوة. فقلت تبقى هي رصداني وعارفه ان انا بكتب في الموضوع ده. ولو كلمتها هتعرف ان انا ما اقصدش لا يعني حاجه خاصه. انا اقصد حاجه عامه، ولان ليها بالفعل تواجد في الشارع المصري من زمن، فهتبقى ادرى بده مني، لانه برضو المؤلف ده بيالف في حته منعزله شويه، مهما اختلط بالناس مش زي الجمعيات الاهليه طبعاً اللي هي متواجده في الشارع. فلما كلمتها يعني عارفه هي الفكره في الاول
يعني هي تحفظت شويه صغيره ما يجوش ثانيتين كده، وبعدين على ما يبدو ان الفكره يعني راقتها ولقيت حماسها بقى اكبر من حتى من كل توقعاتي، فبدات تتصل بالناس ونرشح ناس مين اللي احنا نعرف عن قرب ان هم عايزين العداله، عايزين الحق، بصرف النظر بقى عن سنهم او انتماءاتهم الحزبيه او يعني كل الحاجات دي، في جانب احنا عايزين نلتقي في نقطه واحده اللي هي ان المراه دي نص المجتمع ولا ينبغي نبذها ولا انها تبقى تستبعد، احنا بس بنحضرها وقت زي المثل الشعبي ما بيقول لك في الهم مدعيه وفي الفرح منسيه، يعني هي تطلع بس تتضرب بالطوب في المظاهرات وبعد كده اقول لك بقى ايه، انا شفت ده بعيني في التلفزيون، حد يقول لك هي كفايه عليها بقى كده ترجع البيت، الله لا اله الا الله، طب ما هي زيك زيك تعبت وشقيت زيك، وبعدين يعني ايه ترجع البيت، طب ما هي كل يوم بالليل بتنام في البيت ووقتها كله بتقعده في البيت، ما هي ما حدش قال انها سابت البيت وقعدت على طول في الشارع، اذا كانت اعتصمت فده علشان هدف ما يخصهاش لوحدها، ده يخص الوطن كله طبعا، فلازم الوطن كله يعرف ان المرأة شريك. صحيح. المرأة شريك دي يعني ليها حقوق، ايه اكتر الحقوق اللي شايفة انها مهددة بعد ما أخدتها المرأة في العشر سنين الأخيرة إنها تنسحب منها مرة أخرى؟ أول حاجة طبعا موضوع الحقوق، قانون الأحوال الشخصية، يعني فجأة طلعت لنا أصوات اللي أنا بسميها جاهلة اللي فجأة قررت إنه موضوع الخلع يتلغي، إن موضوع إن الرؤية دي غلطة الستات، مع إن الرؤية دي قانون من 29 والستات عايزة تحله، إن موضوع مثلا الكوتا، كل دي قوانين، يعني قانون الخلع ده قانون مبني على الشريعة الإسلامية، وفجأة عشان هم مش لاقيين حاجة قال لك أصلها دي قوانين سوزان وقانون الهانم وكل الهوانم، هانم إيه؟ يعني في الآخر ده قانون مبني على الشريعة الإسلامية وموجود في القرآن وفي الأحاديث الشريفة، فإزاي إحنا نتكلم في ده؟ فده قانون من قوانين الأحوال الشخصية الخطيرة جدا. طبعا. موضوع الرؤية والاستضافة إحنا عمرنا ما كنا ضدها كجمعيات أهلية، ولكن لابد من شروط، هو راجل ما يدفعش النفقة ويطلع ابنه من المدرسة ويعامل الأم والابن بشكل سيء وبعدين يقول لك أنا عايز أستضيفه، إحنا طالبين حاجتين، إنه أولا في يعني آليات لحماية الأطفال، أولا ما يخطفوش وثانيا يدفع اللي عليه، وده برضه اللي شرعه الدين، نحن لا نخرج ابدا عن ما شرعه الدين. صحيح. يا ريت نطبق الدين صح، والدين جوهر وليس مظهر. صحيح. انا احب بس اقول لحضرتك انه التحالف ده اللي هو معا للتحالف الشعبي، مهم قوي نتكلم ده في حته التحالف الشعبي ومعا، معا احنا بنتكلم على رجاله وستات، على كبار في السن وصغار والشباب، على الغني والمحدود الدخل، عن الريفي والحضري، يعني معا دي جت مش مني انا ولا الاستاذه ناديه بس، احنا النهارده غير المجموعه من المفكرين والمثقفين والجمعيات الاهليه الموجوده معانا كموجودين، احنا النهارده رايحين النوادي بنتكلم فيها كل انواع النوادي، رحنا جميع المناطق الشعبيه، رحنا في الريف وفي الصعيد، وبنعمل التحالف ده هيضم يعني اوريدي بيضم الاف مؤلفه من الناس ولسه هيضم مئات الالاف. شايفه انه الناس في ظل همومها الخاصه بلقمه العيش قادرين، بالذات المناطق الشعبية أو الريف، شايفة أنهم قادرين يعني يتعاطفوا مع هذه القضية لأنه عندهم قضايا كتيرة قوي شغلاهم؟ بس الحقيقة حضرتك لأنه في المناطق الشعبية دي قوي وفي الريف وفي الصعيد ابتدت المرأة يساء إليها بحجة الدعوة الرجعية اللي حصلة، يعني ابتدوا البنات ممنوع يخرجوا، ابتدوا في حتت ممنوع يطلعوا، يعني احنا مش عايزين بس، لكن انا عايز اقول لك انه في اثار سلبيه جدا على المراه، الست اللي طول عمرها بتشتغل ابتدى يتقال لها ما تشتغليش، يعني معناها المرأة المؤيلة في بعض المناطق اللي حصل فيها سيطرة من بعض التيارات المتخلفة، فاهم اقصد ايه؟ فالنهارده الست دي لا موجوعة وابنها موجوع لان هي اللي اكلته وشربته، هي اللي ودته مدرسة، وعايز اقول لحضرتك حاجة، احنا لو نزلنا للشارع المصري صح، مش بقى الكلام بعض الناس معينة او المثقفين، لو نزلت للشارع المصري صح، المرأة محترمة جدا من كل جميع اسرتها وبيحترموا شغلها، الست مكافحة، الست المصرية دي ست مكافحة من أول الصعيد لغاية الدلتا، يعني الحقيقة مصر ما عندناش فيها عمرنا شفنا أنه المرأة، بالعكس المرأة اللي بتشتغل أصبحت موجودة في الشارع في المواصلات زيها زي الرجل، ولكن الطبقة الوسطى دايما هي اللي بتجحف بحق المرأة، عمر ما الناس الشعبية الطبقة الوسطى طبعا. طيب يعني أنا هرجع لك للنقطة دي لأنها الحقيقة نقطة مهمة جدا، بس معانا تقرير عن نظام الكوتا لدعم حقوق المرأة، نشوف هذا التقرير ونعود لاستئناف حديثنا مرة أخرى. هو
كوتة المرأة مصطلح تردد كثيرا في الانتخابات البرلمانية الماضية وما زال يطرح في الانتخابات البرلمانية الحالية، تأكيدا على أهمية ودور المرأة المصرية. وقد حان الوقت لتمثيل حقيقي وفعال للمرأة المصرية في الحراك السياسي في المجتمع. المرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير في حاجة ماسة، هي والمجتمع المصري كله، في أن تتبوأ موقع حقيقي داخل مؤسسات المجتمع المصري السياسية والنقابية والمهنية والاتحادات القومية. أنا أعتقد أن المرأة الآن مطالبة أن تأخذ مكانتها الطبيعية داخل الأحزاب السياسية كاملة، بحيث أن تكون هناك أمانة للمرأة داخل كل حزب، وأن تتسع دائرة المشاركة في الأحزاب السياسية بغض النظر عن توجهاتها السياسية. كنا نشجع القوائم الحزبية أن تتبنى فكرة تمثيل كافة فئات المجتمع في داخلها، بمعنى أن القائمة التي تتضمن تمثيلا شاملا للشباب وللمرأة وللمسيحيين وللشيوخ، نديها يعني مزايا معينة. ده كان نقدر نعمل بيه حقيقة مشاركة حقيقية لكل فئات المجتمع دون أن نحدث انقسام على فكرة الكوتة من عدمها والنسبة عالية أو مش نسبة عالية إلى آخره. أنا من رأيي أن موضوع الكوتا مش ده الموضوع الأساسي اللي احنا نتكلم فيه. أنا رأيي أن لو دخل حتى 1 أو 2% من المرأة في الانتخابات اللي جاية في المجلس الشعب اللي جاي، وكانوا كفء واشتغلوا فعلا بناء على رغبات الناس اللي في الدوائر بتاعتهم، في الدائرات بتاعتهم، في كافة المناطق في مصر، سواء حتى في الصعيد أو في القاهرة أو في الإسكندرية، يبقى كده احنا ممكن نغير نمط التفكير في المجتمع الذكوري بتاع بلدنا هنا في مصر. ممكن كمان 4 سنين 1 أو 2% دول يشتغلوا فعلا يعملوا دور فعال في المجتمع، على المرحلة الجاية يكون حوالي 30 أو 40% من المرأة هم اللي بيتمثلوا، مش بس عشان اسمهم المرأة، لا علشان هم كفء لتنفيذ كل مطالب الفئات في المجتمع. سوف تبقى قضية تمثيل المرأة في المجالس النيابية مثار اهتمام للمرأة والمجتمع حتى تتبوأ موقعها الذي يليق بها بعد ثورة 25 يناير. سمر شعيشة، طعم البيوت. الحقيقة قضية المرأة قضية حساسة جدا. يبدو ان احنا في مجتمعنا المرأة بتخرج للتعليم صحيح، بتخرج للعمل صحيح، ولكن ده حاليا ولكن مضمونش اللي جاي. لكن هل نظرة الرجل للمرأة في مجتمعنا لا زالت او هل هتظل تحتفظ المرأة بحقوقها، او عنده استعداد انه تحصل المرأة على مزيد من حقوقها او حقوقها حتى اللي شرعها لها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن من كرامة وحرية؟ يعني الموضوع اصبح مشكوك فيه في الفترة القادمة. استاذة نادية، بما انك كتبتي العديد من القضايا الخاصة بالمرأة واللي الحقيقة لمست قلوبنا بشكل كبير جدا ولمست مشاكلنا في المجتمع، هل شايفة انه احنا فعلا في مرحلة خطيرة؟ أنا كنت دايما بخاف على حقوق المرأة باستمرار، وكانوا بيقولوا لي أنت بتدافع عن حقوقها ليه؟ ما خدتهم؟ لا، كنت دايما بقول لهم المسألة دي هشة جدا، وإن إحنا في لحظة ممكن أي فتوى تطلع ترجعها تاني القهقرة سنوات وسنوات. فأنا حاسة إن المرأة دايما وضعها خطير. إن ما كانش هتبقى المرأة في النهاية وضع مسلم به ولا يناقش يعني من اوله تاني، ده مش يعني ليه احنا دايما بنتكلم في حاجات حسموها من 100 سنه. طب ايه اول اول القضايا اللي تبحثي عنها لتصل او تضمني انه المراه حصلت على حقها فيها؟ ايه اول حق من حقوقها؟ نمره 1، التعليم. من غير تعليم انت يعني صعب تمارسي اي حق اخر، لان لا هيبقى عندك وعي قانوني ولا وعي صحي، ولا يعني هتبقى انت فعلا رميتك في بحر وانت ما انتش يعني مستعده للعوم يعني. فده نمره 1، التعليم وكافه انواع التعليم حتى ان تصل للبحث العلمي.
يعني من اول الحضانه لغايه البحث العلمي مفروض ما يبقى فيش اي حجب بينها وبين ده ولا لاي سبب خالص، لانه جت فترات في تاريخنا قال لك لا المراه ما تتعلمش القراءه والكتابه لان ده مفسده دينيا، لانها هتتعلم تكتب جوابات غرام لمن تهوى. فحتى ده مجرد حرمانها من القراءة والكتابة كان بيستند على أسس شكلها فخم قوي وشكلها الحفاظ على كرامة المرأة. فأنا مش عايزة أي قانون يطلع خايف على المرأة أو يا عيني مستضعفها وبيحاول يحميها. كل الحاجات دي دمار، ده دمار، ده نمرة واحد، نمرة واحد التعليم. انا بس عايز اقول حاجه بمناسبه القرارات والفتاوي. في فتوى طلعت قريب، كانت اولا طالعه في السعوديه وبعدين طلعت دلوقتي وعندنا، بتقول لك ان المراه ما ينفعش تدخل على الانترنت من غير محرم، عشان يعني بتتحكي ان انت مخدوده انه قال على القراءه والكتابه. ما هو الانترنت دلوقتي والويب والحاجات دي كلها زي القراءه والكتابه. انا مش عايزه الحقيقه استمع للفتاوي دي الحقيقه، يعني انا مش عايزه استمع ليها لسبب انه احنا عندنا الحقيقه يعني الازهر الشريف بكل القائمين عليه في عودة حاليا قوية، وأعتقد أن بوجود رجال الأزهر ده حيضمن للمرأة إن شاء الله حقوقها القانونية والشرعية. إضافة أن جت فترة مثلا نقول من أواخر السبعينات والثمانينات لما بدأ يبقى فيه الأزهر ده أصله يعني مؤسسة بتاعة الدولة، وبتقول الفتاوى اللي تخص الدولة دول موظفين عند الدولة، فهم كلامهم لا يؤخذ به، إنما لا يؤخذ إلا بقى بالسوق الحرة. يعني بقى في خصخصة كمان في الفتاوى، يعني إن دول هم بقى اللي بيطلعوا على القنوات الأخرى اللي هم مش من الأزهر، هم دول بقى اللي كلامهم يتسمع. وكل ما بلغوا في التحذيرات وكل ما زودوها قوي كل الناس ما انبهرت بيهم وجريت وراهم. أنا عايز أقول إن الكلام ده مش مظبوط. لأ، الأزهر دلوقتي بيطالب بأن هو يبقى مستقل وأن هو ما يبقاش موظفين عند الدولة، وأنا بأؤيد ده علشان يبطلوا حجج الناس اللي بتزايد على مواقفهم. تمام، معنا أول اتصال معنا أستاذ أمجد بيكلمنا من المنوفية. مساء الخير. اتفضل حضرتك، بس حضرتك أهلا بيك، وحضرتك بس توطلنا التلفزيون عشان نعرف نسمعك. هي بالنسبه لك المشكله بتاع المراه، اتفضل. ماشي، هل ينفع ان المراه ان هي تمشي ورا كلام امها؟ ايوه، بمعنى يعني بمعنى ايه واحده متزوجه، ايوه ماشي، ومتعايشه مع بيت جوزها وكل حاجه، ادت ودنها وعقلها وكل جسمها لامها واختها، ايوه ماشي. دلوقتي في مشكله ليا بالنسبه ان انا طلقتها عشان ادت عقلها وكل ما في جسمها لامها واختها، واختها شغاله في محكمه سويسنا، ايوه، وبطالب ان انا بشوف ابني لين اللي طلقتها عشان الظروف دي، ايوه، والقاضي رفض المشوار ده. طيب انت طلقتها وبدفع كل ما ليا تطلبه، ايوه. طب طلقتها ليه يا استاذ امجد؟ عشان بتسمع كلام، بتسمع كلام مامتها. ما انا ما قلت لحضرتك عشان بتسمع كلام مامتها يعني. طيب انا بشكرك يا استاذ امجد. الحقيقه يعني الموضوع اللي استاذ امجد بيكلمنا فيه هو بره شويه موضوعاتنا النهارده، لاننا بنبحث عن الحقوق الاصليه للمراه، ولكن برضو ما ينفعش ان احنا نتجاهل هذه الاتصال. لما المراه تسلم عقلها وممكن يوصل الامر لخراب بيتها سواء لعيلتها او لصديقتها، او يعني يبقى هنا بقى استاذه ناديه تقولي لها ايه؟ هو لا مطلوب من المرأة ولا من الرجل ان هو يبقى ولاؤه الأصلي لأكتر من أسرته الصغيرة، دول نمرة واحد. ولائك للزوج وللأبناء ده نمرة واحد. بعد كده بر الوالدين ده موجود، وبعدين انك انت تبقي مثلا بتصلي الرحم اللي هو الإخوة والأخوات ده برضو متاح. في راجل بيدي ودانه لأمه برضو، وفي ست بتدي ودانها لأمها، وده مش مظبوط. ولائك الأساسي للأسرة الصغيرة ده نمرة واحد. بعد كده بقية الأهل
استاذة ايمان ليكي تعليق؟ لا انا بس عايز اقول ان احنا علاقتنا بالقانون بتاع الحقوق الشخصية ما يبقاش مرتبط بعلاقتي انا ايه مع زوجتي او انا ايه مع جوزي او بمراتي او حاجة زي كده. يعني معظم الحالات دايما في التلفزيون او الناس لما بتطلع دايما كل واحد بيتكلم على قضيته هو. انا مراتي ما سمعتش كلامي، انا مراتي خلعتني، انا مراتي عملت كذا. القانون ما بيتعملش عشان واحد ولا اثنين، القانون بيتعمل علشان معظم الحالات. والقانون بيقول ايه؟ اولا قانون الاحوال الشخصيه لسنه 2000 ده اللي هو قانون واحد سنه 2000 اللي فيه المعروف باسم قانون الخلع كان فيه كل انواع الطلاق. يعني الرجل ما زال يقدر يطلق المراه حتى من غير ما تعرف يا عيني. يعني الطلاق الغيابي موجود، والطلاق اللي انت طالق بالثلاثه في ساعتها موجود، والطلاق للتبريه موجود، والطلاق للضرر موجود، وطلاق الخلع موجود. الخلع اتعمل لانه طلاق الضرر ده كان طلاق ظالم، لان هي لازم تجيب شهود انه اساء اليها. فالنهارده لو هو ضربها في بيتهم لو ما كانتش هي تعرف تروح تفضحه او تروح الاسم او كده، مش كل الستات تقدر تعمل ده، ما كانتش تقدر وكانت لازم تعمل ضرر وضرر شديد. ولو كنت بس مثقفه ومتعلمه ومن درجه معينه يبقى ممكن ضرر معنوي، لكن في كل الاحوال الثانيه يبقى ضرر جسدي. فالنهارده الخلع اتعمل كاحد الوسائل وليس الوسيله الوحيده. طيب ايه الحقيقه اضافه لده؟ معلش اضافه لده انه يعني العدد كام من اللي خلعوا والعدد كام من اللي طلقوا؟ يعني هنلاقي برضو الطلاق ما يزال هو الكم الأكبر. أنا هقولك الدراسة تقالت من 2000 ل 2009 كان 16% أو 17% بس لطلاق الخلع. ده خلع. خلع. 16%. 16% أو 17 يعني 16 بوينت حاجة، والباقي كله كان طلاق الراجل هو اللي بيطلق. الراجل هو اللي بيطلق. كله كان الراجل يعني لازال فكرة الطلاق في يد الرجل وقت اللي قرر هو فيه ده هي الأغلى شيء بيقره المجتمع هي الأغلى. بس عايز أقول لك حاجة تانية، وفي الخلع 90% كانوا ستات بقى لهم سنين بتحاول تتطلق ومش عارفة. يعني وكانوا كلهم ستات غالبا. طيب انا ليا سؤال اخير، علشان للاسف وقت فقرتنا خلصت. اللي هيضمن حقوق المراه وجودها في صنع القرار، كيف نضمن ان المراه في هذه الفتره الحاليه اللي بيتم فيها تعديل دستور مصر، اللي بيتم فيها صنع مستقبل سياسي مختلف، ازاي نضمن ان الست تكون موجوده في صنع مستقبلها وضمان حقوقها بعد كده؟ انا هقول لك على التحالف بس وبعدين هوصل للاستاذه ناديه تقول الباقي. بالنسبه للتحالف احنا من حاجات اهدافنا واننا هنكلم كل رؤساء الجمهوريه المحتملين المرشحين تمام. ونبتدي نعمل معاهم مناظرات عشان يقولوا لنا وضع المراه فيها ايه. جزء من التحالف وجزء من الجمعيه هو ان احنا برضه هنشتغل مع اي سيده عايز تنزل انتخابات، احنا هنحاول نقف جنبها. ومش زي ما الست قالت في التقرير، المراه بالنسبه لها النزول في الانتخابات صعب مش سهل. لان المجتمع لسه يعني ممكن يعني راجل لو طلعوا عليه كلام مش قصه، لو الست طلعوا عليها كلام قصه يعني. ولكن سنساند اي امراه هتنوي تنزل انتخابات والشابات بالذات وكلهم الكبار برضه على اساس ان احنا هنساندهم ان شاء الله. استاذه ناديه بالنسبه لمعن ده اللي احنا يعني لجأنا له، هو فعلا كان الاساس ان احنا نحاول ناثر على الراي العام انه نقول له احنا اصوات والمراه نص المجتمع، وما تفتكرش انه يعني دي صوت زيها زي الراجل يعني ما هياش نص تذكره يعني لا. وما عادش ينفع ان المراه تدي صوتها لشخص ما بيحترمهاش او مش محترم حقوقها او مش حاسس ان هي شخص مساوي ليه. ما يعني ده اللي انا عايزه اقوله للسيدات، ارفعي راسك فوق، انت حفيده حتشبسوت. ما تديش صوتك لحد ما بيحترمكيش، ما تديش صوتك الا للي يختارك. اذا اختار انه يقف جنبك اقفي جنبه، اللي ما يوقفش جنبك ما توقفيش جنبه. لا بطلب انها تعمل ميليشيات ولا بطلب انها تعمل اعتصامات، وربنا ما يعني ما يحوجنا لده. لكن انا عايزه اقول كمان للمرشحين عموما، خلي بالك المراه نص المجتمع، ومهما تعمل للبعض غسيل مخ انها فعلا شخص مش مساوي، لانها فترات يعني البيريود يعني الدورة الشهرية يعني، وانها يعني بيجي لها فترات بتبقى يعني مكتئبة شوية غير قادرة على اتخاذ قرص واحد من مضاد الاكتئاب يضيع الفترة دي. جميل. وبعدين جنبها انه مش كل الرجال اصحاء للدرجة دي. صحيح صحيح، ممكن يكون عنده سكر، ممكن يكون عنده ضغط، فبلاش قادر برضه على اتخاذ قرارات سليمة، فبلاش نقعد نوجع بعض بحاجات بيولوجية. جميل. الحقيقة أنا كان نفسي يعني أكمل الحوار أكتر من كده، وبشكركم على فكرة التحالف الشعبي المصري مع نساء مصر، وإن شاء الله هنطمئن كل شوية على يعني كم الإنجازات اللي حققتوها بإذن الله. كل الشكر ليكم. وعايزين ندعو كل الناس ينضموا لهذا التحالف إن شاء الله. وعايزين نقول كمان إن إحنا
ضد الخلع وضد الطلاق وضد كل ما يفسد الأسرة المصرية. شكرا لكم. هنطلع مع كل حضراتكم دلوقتي لتقرير عن افتتاح مستشفى أشمون بالمنوفية للعيون.